الكلام على الرجل هذا جيسوس واللي تقول ازعاج مريح اي 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 حقيقي شيء الاختيارات حتكون طيب لما اقول لك مثلا اختار لي اللي خلف متروفيتش الثلاثه من الثلاثه اللي خلف متروفيتش والله شوف طبعا ايه؟ كل مدرب انت رأيك انا رايي ايه؟ لا انا رايي نيمار يلعب وسالم مكانه وميشيل هذا رايي سالم يسار نيمار في العمق وميشيل يمين ميشيل يلعب يمين الحساب مالكم انا لا انا اتوقع ميشيل حيكون برا ويلعب مالكم هو هذا ممكن أتوقع هو على حسب ممكن راي بس شوف يا كابتن بس ميشيل حل ترى الهلال قاعد يكسب طيب بس المدرب انا اعتقد انا لما اتفرج اشوف المدرب ترى في كلام حاد يعني كده في زي العناد من المدرب مع اللاعبين طيب ليش يفسر عناد ما يفسر انه يضغط لا على اللاعبين يبغى يطلع لا افضل ما عندهم بس انا اللي شايفه زي العناد يعني يا تسوي كده يا ما حتلعب طيب محمد اتوقع انا يعني انه في حيكون طيب في اتوقع انه حيكون في اصطدامات طيب بين المدرب وبعض اللاعبين محمد انت لما يكون عندك مثل كميه النجوم هذولا انت بين قرارين يعطيهم راحتهم او احاول السيطره عليهم ما اعطيهم راحتهم أيوة ولا احاول اسيطر عليهم ايش تعمل اوكي انا احاول امسك العصايه من النص اوكي يا كابتن احيانا بتصير مشاكل يا كابتن من الطبيعي انها تصير ترى وشيء طبيعي انه تصير مشاكل في التمرين في المباراه غرفه الملابس في الممر طبيعي انه يكون في هذه الاشياء بس متى الفرق متى تحل المشكله هذه يا كابتن يعني هل تلحق انت تحل المشكله هذه اللي حتصير ام حتخليها تكبر وهذه نتيجه دور المدرب وقيادته للفريق انا والله ما اعرف يعني ايش اللي لا انا ما اتكلم على لا انا بتكلم لا لا انت بتتكلم بس المدرب ايه بتكلم على المدرب ايه المدرب انصدامي بس انا اقصد الان هو الميزه اللي عنده انه عنده لعيبه كثير وكل لاعب حيفكر ألف مره قبل ما يسوي شيء لانه الفريق يعني ماشي وعنده وفي خيارات في خيارات في الفريق